واشهر عشرين معكم اشهر الزراسيه. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا الفيديو ده هاد النهار غيكون على ليك دايس. كما شفتوا هاد النهار غادي نديرو برنامج ديال الرجلين. كيفاش ديال الرجلين؟ غير في الدار. هو ما غيكونش بحال البرنامج ديال لاصال الثقل وهادي، ولكن غيكون داكشي غير بالبودي ويت بالثقل ديال الجسم ديالك. المهم غنعطيكم واحد خمسه الحركات، يلا خليكم معنا. اول حاجه غنبدا بها هي التسخين. تسخنت لي واحد الحاجه اللي ضروريه في اي حاجه ماشي غير في الرجلين. المهم اول حاجه كنضرب في التسخينات، نضرب هاد الحركه هادي واحد جوج ثلاثه. اول حاجه دابا نبداو بها الدراري وهي سكوات. سكوات غتحاول تحط رجليك قد كتافك وحاول شويه دير لهم هكا، يعني ما ديرلهمش هكا، حاول شويه تخرجهم هكا وتلعب سكوات. تهبط لتحت وتطلع، واحد تهبط وتطلع. وبالنسبه لخوت السكوات، شحال من واحد كيدير اخطاء في السكوات؟ كنشوف بزاف الناس كيديروا اخطاء في السكوات. السكوات هكا باش كتلعب، باش تقدر تلعب سكوات حاول الركبه ديالك تخرجها لبرا بحال هكا. والحاجه الثانيه، فاش بغيت تهبط السكوات، شكون لعب سكوات وتبغي تهود، ما تهودش على جوج صبعك بحال هكا وظهرك حامي هكا وتقرا على صبعك هكا، غادي تمرض غير في ركبتك. حاول السكوات فاش بغيت تهود، هود على قدامك وركبتك، ما تفوتش رجليك هنا وخرج هادو وهود على قدامك وسدرك واقف بحال هكا. شتي ثقل يكون على قدام. المهم السكوات غادي نضربو فيه 20. واحد كيما شفتو دابا لعبنا 20 في السكوات، غنلعبو فيه ثلاث ديال السيريات. بالنسبه للحركه الثانيه اللي غنلعبوها الخوت، نلعبوا لونجيس. لونجيس هي من الحركات اللي مهمين ومشهورين. توقف هكا، تحاول تخلف خلفه كبيره بحال هكا وطلع. واحد جوج، تحاول تلعب 20 في هذا الرجل و 20 في هذا الرجل. واحد ضرب 20 برجل اليمين 20 رجل اليسار. كيما شفتو راني قربت حتى هادي، غنضربو فيها ثلاثة الحركات. الحركة الثالثة الخوت، دابا غنلعبو حركة هاكا، غتوقف هاكا وتهود، تقيس ركبتك وتطلع، تقيس ركبتك وتطلع. بالنسبة للحركة ماشي كل واحد يقدر يديرها. بالنسبة للناس اللي مقدروش يديروا هاد الحركة، غيدير حداه كرسي، يقعد في كرسي، وإما يقعد في شي بيرو بحال هكا ولا أي حاجة كيفما كانت، ولا حيط ولا اللي كان، ويدير هكا هانتوما رجليك قد كتافك وتهود وطلع. واحد جوج هاد الحركة هادي غضربو منها 10 ديال ريبيتيسيون، غتعاودوها 3 مرات. دابا غنتقلو للحركة الرابعة. الحركة الرابعة غادي نلعبو سكوات غير هو برجلينا واسع، وغنلعبو فيها
12 ريبيتيسيون. هي ثلاثه سيريات. دابا خوز غنتقلوا للحركه الخامسه واللي هي الحركه الاخيره. هذه الحركه الخامسه غادي نقيسوا فيها الموليات. الموليات غنحاولوا ندخلوا بحال ثلاث الحركات بحركه واحده. كيفاش غنديروا لهم؟ غنحاولوا نقيسوا من الداخل من برا من الوسط، نقيسوهم مزيان. كي غنديروا لها غنقيس الحركه اللي غنديروا هكا، غنقيسوا من برا، غنلعبوا هكا جلي كتعوجوا بحال هكا، وغنلعب هكا 1 2 3. غتلعب فيها 15 وتبي تخرج لي بحال هكا باش نقيسهم من الداخل عاوتاني من هنايا. تلعب هكا 15 وغتولي تشد رجليك باش كامل في سيري واحد، وتلعب هكا 15 رجليك ملاصقه. فهمت اخو سمع؟ غتلعبوا ثلاثة سيريات بحال هكا. هانتوما تشوفوا من اللور باش تخدم الحركة اللي غتخدموها هكا. الحركة الثانية غتدور رجليك هكا وتقيس الموليات مزيان. ثالثة هاك غادي تلعبوا فيها 15 15 15 ثلاثة مرات. كان هذا هو الفيديو ديال هاد النهار. كان هادي هي الحصة ديال الفخار غير في الدار، كيفاش تقيس الفخار هكا احسن من بلاش. بعدا تخدمهم مزيان. وكيما قلت لكم اخوت، السيريات اللي كنعطيكم يعني كتبقى في كل واحدة على قد شهادة. مثلا الا كنت انت كمبتدئ مثلا نقولوا 15 ولا 20 جاتك قاصحة، ها غادي يبان لك الضرب 12 ولا الضرب 10. شي واحد جاو هاد السيريات حتى مثلا شاف راسو مازال خصو يزيد يطلع في الريتم، طلع في الريتم. مو هذا هو البلان. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش اللايك ديالكم كتهمني، كومونتير كيهمني، ولا كنتو باغي شي فيديو واحد اخر خليه لي في التعليق. بيس.